عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني. ناقشت الورشة حوكمة قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، فضلا عن وضع ضوابط استخدام التمويلات وتجديد قانون الوقف وتعظيم الاستفادة من أموال الوقف وضرورة تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر. تحدثنا عن خطورة التمويل الأجنبي على الأمن القومي المصري في حالة إن لم يكن هناك مجموعة من الضوابط التي من شأنها أن تكون هذه التمويلات في مسارها الآمن لتحقيق التنمية داخل المجتمع المصري. ملف التمويل الأجنبي فضل ملف ذو بقعة ثاخنة على مدار السنوات الماضية، وفتح الملف ده دلوقتي على طاولة الحوار سواء داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو نأمل كمان في الحوار الوطني، هو خطوة جدية للتعامل مع الملفات اللي بتؤثر بشكل مباشر في تنمية المجتمع وكمان في الأمن القومي. النهاردة كان موجود أطياف مختلفة من مؤسسات المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية وطوائف الشباب وأعضاء تنسيق الشباب والأحزاب والسياسيين. بدأ الحديث معنا الأول اتكلمنا عن مؤسسات المجتمع المدني وإزاي توفيق أوضاعها، اتكلمنا تاني النهاردة عن الحوكمة وإزاي تظبيط أوامر الدخل والدفع الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني. بعض التخوفات اللي كانت موجودة النهاردة في النقاشات النهاردة من مؤسسي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشباب النهاردة بحضور أعضاء التنسيقية، الناس كانت متخوفة أنها هيبقى علي تقييد. نقول لا، التقييد حفاظا على الامن القومي المصري، مهم ان انا ابقى منتبه للتمويل اللي جاي من بره. احنا طلعنا بتوصيات يعني ان احنا يبقى في اوجه دور رقابي على الجمعيات والمؤسسات الاهليه بما لا يتدخل في نطاق عملها، يعني ما سبب لهاش ازمه ان انا اتدخل في امور النشاط بتاعها او طريقه عملها، وفي نفس الوقت يبقى في دور رقابي عليها بحيث ان ما يبقاش في تمويلات اجنبيه تضر بالامن القومي او بالدوله المصريه.